ديال هذيك الاتفاقيه ديال عيش الشوق اللي فيها طرقات ومنشات فنيه وهذا وهذا درتو واحد الالتزام تما في هذاك الشيء ديال الطرقات بانه الجماعه بالالتزامات ديالها كيخصها تصفي العقارات وخصها الاخلاء ديال المحرم ديال الطرقات. هذا راه ثقيل هذا. ايوا عطيونا بعدا كنعطيونا باش نقدروا نصوتوا على شي حاجه نعرفوا علاش داخلين نتوما جايين غتراهنوا المستقبل ديال الجماعه والمجال الجايه. وفي المجال المالي السيدة الرئيسة دخلتوا 4.2 مليار ديال الدرهم مزيان بأي كلفة؟ بأش من كلفة؟ شحال الإعفاءات اللي درتوها لبعض المحظوظين؟ شحال اللي كان مفترض يدخل؟ كان مفترض يدخل أكثر من 4.2 مليار ديال الدرهم. ألوغ كنتوما جايبين لينا في مشروع برنامج عمل وهادشي غنرجعوا ليه بانه في المجال ديال تنميه الموارد ما عجبينش حلول ما ذاكرينش الموضوع ديال تسمين الممتلكات بالمره وجايبين بانكم باغيين ديروا اقتراض ديال 4.5 مليار مليار ديال الدرهم. نتمنى يكون الابداع حتى في هذا المستوى ديال تنميه الموارد. السيده الرئيسه الموضوع ديال سوق بغداد حنا مع متضامنين مع الناس مع التجار اللي تنصب عليهم لكن حنا كنرفضوا المتاجره بالالم حيت هادوك تنصب عليهم. شكون نصب عليهم بعدا؟ نصب عليهم واحد معروف شكون هو معروف المصير ديالو الى اخره كانت عنده اتفاقيه مع الجماعه المجلس اللي فات فسخها في اخر العهد ديالها. اليوم خاص الموضوع ما يوقفش هنا خص الجماعة ترفع دعوى من أجل متابعة المعني بالأمر علاش دخل بالالتزامات ديالو شاف الحبس في حوايج أخرى. أنا كنتكلم على هذا الموضوع عنده علاقة مع الجماعة وعنده التزامات ما وفاش بها وماشي غير تما في سوق بغداد. الحاجة الأخرى السيدة الرئيسة هي القضية ديال العلاقة مع الـ SDL. فرحنا بزاف لما قلتي لنا شحال هذه شهور بانك كتهيئي واحد العمل ديال تقييم العلاقه وتقييم مجمل الاتفاقيات اللي عندنا مع الاسلام. ديك الساعه فرحنا وعجبنا الحال. اليوم جبتوا واحد الاتفاقيه اطار مزيان. اولا تغول ديال شركه التنميه المحليه اعتقد بانه تفاقم اكثر مع هذا المجلس على الاقل من جهه التتبع انتم كتجمعوها اللي عندكم انتم فيها السلطه ماشي واحد اخر. ما كتجمعوش استثناء يمكن ديال النظافه يمكن اللي عنده شويه ديال الانتظام شي لاخر ما كتجمعوش. علاش؟ ثانيا اتفاقيه اطار مبدئيا لكننا كنحترموا نفوسنا كيخصها تجي نتيجه تقييم جماعي. عطيونا الخلاصات ديال التقييم ديالكم على الاقل ما باغيش تشاركونا فيه. عطيونا الخلاصات ديالو على الاقل نتوما قول لنا شنو هي الخلاصات الله يجزيكم بخير. شكون اللي قال هذا السينما؟ شكون هذا الوحش؟ إلا كان رجل يوريني وجهه نعرفه. أجي عندي ونقول لك أجي نقول لك وهذا الأساليب حنا فاهمينها وعارفينها أنت شكون وشكون اللي جايبك وشكون اللي مخلصك عارفينها وعارفاش تقول هذا الكلام وبحال أنت شي وحدين. هذا اللي قال سميتو يجي يوريني وجهه بعدا. يلا حيت انت بعداك انت كنتي كتقلب على الريع في المجلس اللي فات وما تعطاش ليه. اي فعلا الريع اللي كنتي كتقلب عليه ما لقيتيش عندنا. طبعا غادي تحتاج طبعا
طبعا هذا الحسج لانه الريح اللي كنت كتقلب عليه ما لقيتيهش. طبعا طبعا وشكون هاد الوحش اللي قال الصراحه؟ نعرفوه لا نعرفوه. الا كان عندك عزيزك حتى نعرفها يجيبوا لها الوجه الوجه نعرفو. الله يخليكم. بقى الحقيقه المرجو الانسان الله يخليكم احترموا كل اعضاء السيده الرئيسه. ما بقاش ليها دقيقه باقي ليا كثر. لدرجة أنه النهار فاش كديروها أحيانا كنجيو الممثلين ديالنا كيحضروا ما كيبقاوش حتى شكون اللي غيترأسها فتؤجل إلى أجل غير مسمى. هذا مقدور عليه ما عنده علاقة لا بالعلاقة مع سميتو لا والو. التقييم ديالكم إذا درتوه ما بقيتوش باقيين ديروه بشكل جماعي ونساهموا معاكم فيه صحتكم، ولكن عندنا نهار خلاصة ديالو لأن هي المثالية اللي غتخدم في هذه الوثيقة.